النيل بمدينتي الحبيبه دمياط فيديو وعدتكم ان انا اصوره من فتره طويله جدا بدانا ننشر للاماكن الموجوده في دمياط اللي بيع كتبه من فين بجيب الكتب بتاعتي فكان لازم ان انا ابدا السلسله من البدايه بالفيديو ده بعتذر عن التاخير الفيديو موجود على التليفون بقاله فتره طويله لكن نظرا لفتره مرضي اللي طولت ف بقالي فتره ما نزلتش فيديوهات على القناه فيديو النهارده عن المكتبه العامه بدمياط فيديو النهارده رجعني لذكريات فاتت من سنين لان كنت لفتره طويله جدا لازم اسبوعيا اكون موجوده في المكتبه علشان استعير كتب من هناك لقراءتها حاولت ان انا اصور لكم الفيديو عن المكتبه من جوه فيلا بينا علشان ناخد الجوله دي ده الدور الارضي المدخل بتاع المكتبه آه، اول ما بندخل من الباب ده مكتب موجود في المدخل هنبدا نطلع للدور الاول علوي آه، اول دور في المكتبه واحنا هنا باول دور حبيت اديكم نظره عامه عن المكتبه المكتبه بتتكون من ثلاث ادوار ثلاث طوابق غير الدور الارضي الموجود في المدخل بتاع المكتبه المكتبه هاديه جدا ومناسبه لو انت هتقعد تقرا فيها بدايه واحنا طالعين الدور الاول في الاول حبيت اديكم نظره عامه كده عن المكتبه المكتبه فيها اماكن للقراءه والاطلاع زي هنا ده قاعه الدكتوره عائشه عبد الرحمن لاطلاع الاطفال فيها كمان اماكن لممارسه الانشطه وده هنشوفه في القاعات لان القاعات مقسمه طبع الانشطه الموجوده فيها يعني في قاعات للاطلاع غير القاعات لممارسه الانشطه المكتبه كبيره جدا فيها عدد هائل من الكتب في امكانيه للاستعاره وفي كمان امكانيه اللي انت تقعد تقرا في المكتبه ما طبعا ادخل القاعات اللي بيكون فيها انشطة علشان ما تيقش حد بالتصوير القاعة التانية ودي قاعة عبد الرحمن بدوي دي لاطلاع الكبار ودي القاعة اللي انا كنت موجودة فيها بالفعل وقدرت اصور لكم فيها لان دي متاحة اللي انت تكون موجود فيها عالي للاطلاع يوم التصوير بالظبط كنت هناك علشان ندوة لتقييم اعمال طلاب الجامعات للمشاركه في مسابقه لكتابه القصه القصيره وكنت سعيده جدا بمشاركتي ليهم واستفدت طبعا من تقييم الاساتذه عمالقه في الادب عندنا في دمياط وابديت رايي في بعض القصص الموجوده واحنا كده في الجوله في داخل المكتبه احنا لسه في في الدور التاني علوي طبعا متعارف عليه بالنسبه لقنوات الكتب اللي مع نهايه السنه بنبدا نقدم احصائيه كده عن قراءات السنه طبعا حاله التفاعل على القناه عطيالي لي حاله احباط رهيبه لان غير الـ الـ الريفيوهات اللي نزلت هنا عن الاعمال اللي انا قراتها في مجموعه اعمال تانية قراتها بس ما نزلتلهاش ريفيو لان مش لاقيه صدى ولا تفاعل للمجهود اللي انا ببذله هنا على القناه الفيديو ده كان مصور من فتره طويله فيعني في إيه وما وممسحوش فقلت انزله لان انا كنت وعداك ان انا فعلا هنزله من فتره وحزينا للحاله دي متملكاني خصوصا واحنا داخلين على فتره المعرض يعني لازم يكون في قراءات جديده كمان لازم يكون في ترشيحات للمعرض بس عدم التقدير واللي انت بتعمل مجهود حاسس إنه هو بيضيع ده الطابق التالت في المكتبه بصراحه التصوير فيه ممنوع نهائي لان الدور الثالث بقى مقر لمحافظ دمياط لان مبنى المحافظه عندنا هنا فيه بعض التعديلات فمحافظه دمياط بتدير عملها من هنا دي كانت جولة سريعة جدا للمكتبة العامة بدمياط لو عجبتكم الجولة ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وسبسكرايب في القناة اللي لسه مشتركش واتمنى اقول لكم انتظروني في فيديوهات جديدة بس انتوا السبب اللي انتوا ترجعوا لي الحماسة اللي انا ارجع انزل فيديوهات تانية وجديدة من تفاعلكم مع القناة ودي كانت حكايتنا النهاردة من حكاوي الكتب وانا امال سالم ومع السلامة